مشاهدينا الكرام السلام عليكم، اهلا بكم في هذا العرض الاخباري السودان هذا المساء من قناه الشروق. والبدايه بالعناوين. وزير الخارجيه الامريكيه يبحث اضافه الى المانيا قد اشادوا بالتنوير. تلقت وزاره الخارجيه السودانيه موافقه اديس ابابا على ترشيح جمال الشيخ سفيرا فوق العاده ومفوضا للسودان لدى اثيوبيا، ووافقت القاهره على ترشيح محمد الياس سفيرا فوق العاده ومفوضا للسودان لدى مصر، كما وافقت حكومه المملكه العربيه السعوديه على ترشيح عادل بشير سفيرا فوق العاده ومفوضا للسودان لدى المملكه، كما وافقت حكومه المملكه العربيه السعوديه على ترشيح عادل بشير أيضا هو سفير فوق العادة، ووافقت أيضا دول الكويت والبرازيل وتركيا وألمانيا على ترشيح سفراء للسودان لدى تلك الدول. وحول موضوع العلاقات السودانية الأمريكية وملف مفاوضات السلام، معي عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي محمد عبد العزيز. مرحبا بك محمد. مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المتابعين والمشاهدين. نعم، مرحبا بك. وبداية يعني كيف تنظر لهذا الاتصال بين البرهان ووزير الخارجية الأمريكية، وهو الاتصال الثاني من نوعه منذ تولي البرهان لرئاسة مجلس السيادة؟ هذا الاتصال يؤكد على أن العلاقات السودانية الأمريكية تمضي بخطى ثابتة نحو التطبيع الكامل، خاصة بعد التفاهمات الكبيرة التي توصلت إليها الخرطوم مع واشنطن. كما تفضلت، هذا ليس هو الاتصال الاول من قبل. تلقى رئيس المجلس السيادي اتصال من وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو، حيث اشاد باللقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، ويبدو ان حسب التحليلات والتسريبات ان بومبيو لعب دورا كبيرا في هندسه هذا اللقاء. ايضا يمكن الاشاره بشكل عام لأن الخطوات تمضي بشكل متسارع نحو رفع السودان من لائحه العقوبات الامريكيه، خاصه الوضع المعنيه بوضع السودان ضمن لائحه الدول الراعيه للارهاب. وكان رئيس الوزراء في زيارته الاخيره للولايات المتحده الامريكيه قد توصل الى مصفوفه تضمنت تسويه التعويضات ضحايا الهجمات الارهابيه. صحيح ان الحكومه الحاليه والحكومه الانتقاليه ليست مسؤوله بشكل مباشر عن تلك الاحداث او تلك الجرائم، ولكن كدوله هي مسؤوله من تسويه هذه الملفات التي حدثت في عهد النظام السابق. نعم، يمكن هي مجموعه من الملفات تناول هذا الاتصال، لكن ما هي الترتيبات تحديدا محمد، ترتيبات رفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب التي اشار اليها الوزير في هذا الاتصال؟ الترتيبات بشكل تتعلق بشكل اساسي هي تسويه ملف تعويضات ضحايا الهجمات الارهابيه خاصة مدمرة كل، وقد تم تسوية هذا الملف على المستوى القانوني. أيضا سيكون هناك تسوية حسب المتابعات لضحايا الهجمات السفارات في شرق أفريقيا نيروبي ودار السلام، هي فقط العوائق الأساسية. مع أخذ الاعتبار أن عملية رفع السودان لائحة الراعي الإرهاب هي ليست عقد، هي بروسيس تمر بعدة مراحل، تبدأ بمشروع قرار الرئيس الأمريكي يستند على تغيير من قبل المخابرات أجهزة المخابرات الأمريكية المختلفة، وبدأ يذهب هذا المشروع إلى الكونغرس لتمرير هذا القرار ووضع فيه، ويمكن وهناك يمكن أن يحدث جدل أو ديبيت بين الكونغرس والإدارة الأمريكية. لذلك هي عملية قد تستغرق بعض الوقت، لن تكون يعني بين الليلة والضحايا فيتم مثل هذا القرار. نعم، إذا هذه الجهود والاتصالات ما بين الدول، وذكرنا أنه هذا الاتصال هو ثاني من نوعه، هل يمكن أن نقول أنه عملية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف تكون قريبة ربما؟ التوقعات تشير إلى أنها تحدث خلال هذا العام أو مطلع العام القادم إذا لم تحدث تطورات كبيرة. الامر رهين بنقاشات بين الاداره الامريكيه والكونغرس، ايضا على حكومه السودان على تسويق ان الحكومه الانتقاليه ليست مسؤوله وليست يعني لا يفترض ان تدفع، ليس من العداله ان تدفع
فواتير النظام الذي قائد من اجل ثوره ديسمبر. لذلك يمكن نقول انه خلال يعني خلال عام يمكن ان يتم رفع السلام لاحد الدول الراعيه للارهاب، ولكن الاهم من ذلك او قبل ذلك لابد من تنفيذ قرار السلام للائحه والقرار العقوبات الاقتصاديه الذي صدر في العام 2017 والذي لم يتنزل على ارض الواقع، والمعني بانفتاح السودان او انفتاح النظام المطرف السوداني على العالم، وده يتطلب كل من التريب هي فاعل رئيسي في الدولي. صدر القرار في اكتوبر 2017 لكنه لم يتم تطبيقه على ارض الواقع. ما الثاني يواجه اضطرار تم الترتيب على مستوى اصلاح في سياق آخر، في سياق آخر محمد عبد العزيز، يعني كان هنالك اقتراح من السفراء الغربيين لتجاوز العقبات أمام استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وأبرز المجلس التشريعي، يعني ما هي فرص نجاح هذا الاقتراح؟ بشكل أساسي الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي يبدو حرص على نجاح الحكومة الانتقالية وحجم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها، لتأكيد على مدنية وديمقراطية الدولة لابد أن يكون هناك جهاز تشريعي ولابد إكمال بشكل عام لابد من إكمال هياكل الحكومة الانتقالية. مضى الكثير من الوقت قبل تشكيل مجلس التشريعي. هناك عقبة كانت عقبة أساسية اللي هي عملية السلام، حيث من المتوقع أن تشارك مجموعة السلام هي الحركات الصحة المسلحة في المجلس التشريعي. عدم التوصل اتفاق سلام بعد المضروب نصفا عطل مدار التعيين هؤلاء المدنيين وعطل ايضا مدار تشكيل المجلس التشريعي. اعتقد انه المقترح الاوروبي يمكن ان يكون هو مقترح وسط، نعم. يمكن ان يساعد في تشكيل سلسله المجلس التشريعي مع ابغاء السلسله للحركات المسلحه، خاصة هناك تفاهمات جرت بين الحكومة وحركات التفاهم حول هذا الملف، وهو من ذلك يمكن أن يتم اعتماد المقترح، نعم. ومباركة من المجتمع الدولي والأطراف، نعم. الأطراف السودانية. محمد عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي، نكتفي معك بهذا القدر، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة من الحالات التي أعلن عنها سابقا، وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان، ارتفع إلى 275 حالة متضمنة 22 وفاة. وأوضحت الوزارة في تعميم صحفي اليوم الاثنين أن الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم، فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 21. حنطبق قانون الطوارئ رقم 1 على أي إنسان، يعني ما في ثاني إنه ده أخوي ولا كده، لأنه ده تلون كادر صحي، كادر صحي وحجز في الخرطوم يهرب ويضل نهر النيل، دي شيء كبيرة ما لا يمكن السكوت عليها أصلا. أعربت إدارة الطوارئ والأوبئة الصحية بالولاية عن بالغ قلقها من ظاهرة تهريب المعدنين عبر الحدود المصرية لداخل الولاية، مشيرة إلى أن السلطات الصحية حجزت مؤخرا 14 معدن مهرب احترازيا، وأخضعتهم أيضا لضوابط الحجر الصحي، كما اتبعت ذلك أيضا مع القادمين للولاية من خارج السودان والولايات الأخرى. نحن عندنا الناس القادمين من خارج السودان اللي هم ديل كان من بداية فتح المطار في 21/3، عندنا عدد من الناس جو من الإمارات من دول مختلفة، طبعا كلهم تمت متابعتهم لغاية ما تموا الفترة، الحمد لله ما طرح فيهم أي إصابة. عندنا المشكلة الأساسية الناس المسربين من وبالذات من جمهورية مصر، زي ما معروف الولاية مفتوحة على كل الولايات وبالذات على جمهورية مصر العربية. نحن بنتعامل مع الناس القادمين من مصر العربية، الناس اللي في الولاية يتم حجرهم منزليا لمدة 14 يوم، الناس الجايين من ولايات أخرى بيتم حجزهم في مؤسساتنا.
أكدت سلطات صحية بالولاية الشمالية خلو الولاية من وباء كورونا غير حالة اشتباه واحدة في محلية دونغولا اجري التقصي حولها لحين التأكد منها. وجددت السلطات سريان حظر التجوال بصرامة تفاديا لدخول وباء الكورونا للولاية، خاصة وأنها تحدد ولايات ودول ما يجعل أمر دخوله ممكنا سوى بتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية. وقال مدير عام الصحة بالولاية الشمالية صابر فتحي خلال اجتماع اللجنة الفنية لجائحة كورونا مع والي الشمالية، قال إن اللجنة وضعت كافة الاحتياطات والتدابير ومنعت التجوال حتى بين المدن والمحليات تحسبا لأي خطر أو لأخطر مراحل المرض. وأضاف صابر أنهم أكملوا كافة ترتيبات مراكز العزل بكل محليات الولاية، وأشار إلى أن وزارة الصحة الاتحادية قدمت معينة طبية مقدرة لمراكز العزل تم توزيعها مباشرة لكل محليات الولاية. تم تنوير سيادته بما تم تجهيزه بمناطق العزل في 7 محليات على امتداد الولاية الشمالية، وتم إخطاره بنواقص هذه المراكز، ووعد سيادته بتكملتها في القريب العاجل إن شاء الله، كما تم تنويره بالوضع الصحي للولاية الشمالية في الفترة الحالية والوضع الصحي في السودان عامة في مجابهة هذا الوباء. كما تطرق اللقاء إلى الدعم الاتحادي الذي وصلنا اليوم من وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع MTN. أيضا في ولاية القضارف بدأت الولاية إجراءات الإغلاق التام لجميع الولاية في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة لمجابهة جائحة كورونا في عقاب ظهور أكثر من حالة مؤكدة بالولاية. وقد أبدى المواطنون التزاما كبيرا واتباعا لتوجيهات، مما ساعد السلطات في تنفيذ الإغلاق الشامل والذي يمتد لعشرة أيام قابلة للتمديد. دعا رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك الشعب السوداني إلى استدعاء قيمه السمحة بالتعاضد والتكاتف والعمل المشترك لتجاوز التحديات المتعددة التي تواجه البلاد. وأعرب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن ثقته في العبور نحو سودان جديد، وهنأ رئيس مجلس الوزراء الشعب السوداني بحلول شهر رمضان المعظم، وتمنى لجميع المسلمين بالسودان وكافة أرجاء العالم صياما متقبلا في طاعة الله عز وجل. قدمت مجموعة من المزارعين بولاية القضارف دعما عينيا للقوات المسلحة تمثل في عدد 1000 جوال ذرة. وقال والي القضارف المكلف نصر الدين عبد القيوم إن هذا الدعم ليس بمستغرب على المزارعين الذين مثلوا على الدوام سندا وعضدا للقوات المسلحة التي تسعى في إطار واجبها المقدس لحماية أرض الوطن وصيانة ترابه واستدامة أمنه وأمانه. وأشاد بهذه المبادرة الكريمة التي من شأنها رفع الروح لأفراد القوات المسلحة. استقبلنا وفد كبير من مزارعين القضارف في مبادرة طيبة منهم دعما لجهود القوات المسلحة في تأمين الموسم الزراعي وتأمين الحدود. قدموا تبرع للقوات المرابطة عبارة عن ألف جوال ذرة مساهمة منهم لدعم هذه القوات. حقيقة يمكن دي مبادرة طيبة منهم، نقول لهم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على هذا الجهد، ونامل إن شاء الله الموسم القادم يكون موسم خير وبركة، وأن يكون إن شاء الله موسم ناجح، وأن تبذل كل القوات الأمنية إن شاء الله جهد كبير في تأمين هذا الموسم بإذن الله تعالى. من جانبه قال أحمد عبد الرحيم العوض ممثل المزارعين إن الدور المتعاظم للقوات المسلحة يتطلب أن تقف كافة شرائح المجتمع دعما وسندا لها حتى تتمكن من أداء دورها على الوجه المطلوب. مزارعين وفد من مزارعين القضارف قدمنا دعم للقوات المسلحة مساندة بعبارة عن 1000 جوال ذرة لمساندة القوات المسلحة في جهدها وعملها من أجل حراسة الحدود إن شاء الله. ونحن إن شاء الله كمزارعين إن شاء الله حنكون على عهد الاستعداد لدعم ومساندة القوات المسلحة في كل ما يعني تطلبوا مننا إن شاء الله، ونعاهدهم إن شاء الله نحن على الموعد
إن شاء الله في وقت إن شاء الله. شكرا الكرام، نتواصل معكم في هذا العرض الإخباري وفيه عقب الفاصل. تشغيل عدة لجان متخصصة من أجل إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد الى طائفه من الاخبار العربيه والعالميه. نبداها بالاخبار العربيه، حيث قالت وسائل الاعلام السوريه ان الجيش السوري اعترض اهدافا معاديه فوق العاصمه دمشق. وذكرت الوكاله العربيه السوريه للانباء ان الدفاعات الجويه اعترضت في ساعه مبكره من صباح الاثنين اهدافا معاديه فوق العاصمه دمشق. واضافت الوكاله أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية وأسقطت عددا من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها. قال الجيش الإيراني في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء يوم الاثنين إن التحالف البحري الأمريكي في الخليج يثير عدم الاستقرار. وقال البيان إن التحالف الزائف من خارج المنطقة بقيادة أمريكا يخل بالنظام والأمن الإقليميين بدلا من المساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. وكان الجيش الأمريكي قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن 11 سفينة تابعة للحارث الثوري الإيراني اقتربت من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكي في الخليج، واصفا التحركات بأنها خطيرة واستفزازية. قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إنه ليست لديها معلومات تقدمها بخصوص زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، وسط تقارير متضاربة وتكهنات عن مكانه وعن حالته الصحية. وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية غونغ شوانغ بهذا التصريح خلال إفادة صحفية يومية بعدما سئل عن تقارير تتحدث عن إرسال وفد صيني يضم خبراء في الطب إلى كوريا الشمالية، وعما إذا كان الوفد قد أرسل لمساعدة كيم جونغ أو لتقديم العون لبلاده في التعامل مع فيروس كورونا. عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العمل اليوم الاثنين بعد تعافي من مرض كوفيد-19. وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أن تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة التي تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد لا يزال مخاطرة كبيرة خشية موجة ثانية مميتة من انتشار الفيروس. وشبه جونسون الذي بدأ أنه استعاد صحته بعدما هدد الفيروس حياته، شبه المرض بمجرم يصارعه البريطانيون للسيطرة عليه. وشدد بوريس جونسون على أنه إن الوضع الحالي لا يزال يمثل خطورة قصوى، وأيضا شدد على أن إجراءات العزل العام لن ترفع سريعا. مباشرة الآن إلى أخبار الاقتصاد، حيث قررت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي تشكيل لجان للنهوض بالقطاع الزراعي. وأكد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أمام الاجتماع الأول للجنة أن القطاع الزراعي يعتبر المخرج الحقيقي للسودان من الأزمات الاقتصادية. وأشار خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي إلى الإمكانات الكبيرة في مجال التصنيع، وقال إن القطاع الزراعي بالبلاد يمتلك فرصا حقيقية للاستثمارات الخارجية. وقال وزير الزراعة عيسى عثمان شريف إن الاجتماع أكد على أهمية إعادة ترتيب الزراعة بالاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لدول الجوار والعالم العربي. وأبنى وزير الزراعة أن الاجتماع أمن على أهمية تنظيم المنتجين والمزارعين ودور الإرشاد الزراعي. أكدت المديرة التنفيذية للمحلية عواطف عثمان النور رئيسة غرفة الطوارئ الصحية بمحلية الخرطوم استقرار توزيع حصص الدقيق للمخابز، وأشارت إلى التراجع الملحوظ في الصفوف أمام المخابز فضلا عن انتظام تزويد محطات الوقود بالبنزين والجازولين يوميا، مما قلل من الازدحام والتدافع حول المحطات والتي قد تمثل حاضنا لنشر الوباء. وأكدت غرفة الطوارئ الصحية بمحلية الخرطوم استقرار الأوضاع الخاصة بدرء جائحة كورونا نتيجة لتنسيق المحكم وتفعيل الآليات المشتركة بين جميع جهات الاختصاص لاحتواء الفيروس والحد من انتشار الوباء في المناطق المستهدفة.
في أخبار الرياضة، استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على تحديد مواعيد مبدئية بشأن الدور قبل النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي. وبحسب صحيفة مغربية، فإن كاف حدد 3 مواعيد مبدئية في حال انحسار فيروس كورونا تستأنف البطولة في يونيو المقبل. وكشفت الصحيفة المغربية أن في حال عدم استقرار الأوضاع الصحية، فإن كاف استقر على إقامة دور قبل النهائي خلال شهر يوليو. وفي حال استمرار عدم الاستقرار، ستقام البطولة القارية في شهر أغسطس كخيار ثالث وأخير. وأسفرت مسابقة دوري أبطال إفريقيا عن قمتين بين الأندية المصرية والمغربية، حيث سيواجه الأهلي والزمالك كل من الوداد والرجاء البيضاويين. ختام هذا العرض نذكره بالعناوين. وزير الخارجية الأمريكية يبحث مع البرهان ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب. التوريكا تقترح مجلس تشريع من ثلثي الأعضاء إلى حين الوصول إلى سلام. إصابات جديدة بكورونا في الخرطوم وتدابير احترازية في الولايات للحد من انتشار المرض. انتهى هذا العرض من السودان هذا المساء. نشكر لكم دائما حسن المتابعة. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقع الشروق على الإنترنت الشروق.net. تقبلوا تحياتي والفريق العامل. إلى اللقاء.